هادو صوالح اللي ما لازمش ديرهم لهنا في امريكا. كي تجي جديد الحاجه الاولى كاينه لاشين، غلط عمرك لا تحق لاشين، تروح تلعبها امريكا عقليه تاعنا ديريكتوم، ونعرف السيد نفوت منا ومنا، راح تكون في تبادلات بس كيما انت كيما هما، تستنى الداله تاعك تلحق في كل مجالات، وين تلقى لاشين لازم تستنى الداله تاعك تلحق. حاجه دوزيام الباب، كي تفوت في الباب هكا جا واحد موراك ولا واحد قدامك اللي سبق للباب يحط، تما ما تغلقش الباب على اللي موراك وعلى اللي قدامك في وجهه ديريكتومون. حاجه طروازيام كي تكون تمشي في طريق ضيقه تاع زوج عباد باك واحد منا وواحد منا ولا في لي زيسكالي، لا غوش تخليها فرع، لا تمشي بالعقل احكم لا دروات، لا تمشي شغل راك مغصوب ولا حاجه، هاي لا غوش تاعك بصح لا غوش عمرك لا تمشي فيها بالعقل. هاكا كاينه ملكيه تاع لي زاميريكا، بالك 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 تدخل كي تلقى بلاكي يقول لك ملكية خاصة تروح تدخل ليها، هذيك راح تولي في مشكلة كبيرة. وكاينة ثاني تاع الفوفير، تروح تلحق تما وين كاين الفوفير وقاعدك تريح لهم ما تخليهمش يفوتوا منا، خطينا من هذه العقلية. وثلاثة الأولين بازيو عليهم وراهم داخلين ثاني ثقافة تاع الشعب لهنا، تما كي نتا كيما هما عمرك لا تغلط، سورتو تاع لاشين، هاني نوصيكم بحال فيها تاع لاشين بالك وتغلطوا فيها.